السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، هذا السطل مليان. إيش مليان؟ أسحار. انظروا، على قدر طول السحر، على قدر ما يكون يعني أغلى ثمنا. انظروا، إبطال أكثر من 80 سحر أو 70 سحر في بيت واحد، في بيت واحد، أنا والراقي الشرعي أبو إسلام. سبحان الله، هذا السطل تعبى. انظروا، شايفين؟ تعبى تعبى تعبى، سبحان الله. وكل هذه الأسحار ما نفعت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قال موسى ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. والله أنا فرحان جدا بإبطال هذه الأسحار، وأسأل الله العلي العظيم أن يشفي كل مريض. انظروا انظروا انظروا، إيش رأيكم إسلام؟ وراكم وراكم والزمن طويل. وراكم سبحان الله، وإن عدتم عدنا. فهذه الأسحار كلها تبطل بإذن الله سبحانه وتعالى من أهل التوحيد، من أهل التوحيد والإيمان. انظر انظر، هذا في حديد، هذا كمان نفس اللي فكيناه، هو حديد. والله تعبنا تعبنا من كثر ما فك. هذا فيه تراب، تراب خيوط، نجس نجس. سبحان الله، لا لا، هذا تفكه دقيقة شوي. إيه؟ فهذه أسحاركم في الجملة، في الجملة اليوم، في الجملة، في الجملة، في الجملة اليوم، أسحار في الجملة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن أنا ما ضحكني يا أبو إسلام إلا هذا في الحجاب الطويل. كله طلاسم، كله طلاسم. حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا الحجة كل شوية تجيب لنا دزينة، الحجة كل شوية تفوت وتطلع تجيب لنا دزينة، تجيب دزينة. الله المستعان. أعطينا حجة. هات هات هات، مرة أخوي. انظروا، هذه كلها مليئة مليئة مليئة، حتى أسحار بالدبابيس، أسحار بالتراب، أسحار. لكن سبحان الله، يعني آخر شيء بفضل الله سبحانه وتعالى دخل إنسان موحد على هذا البيت وأبطل كل هذه الأسحار بفضل الله سبحانه وتعالى. إلزموا أهل التوحيد يا جماعة، إلزموا أهل التوحيد. أهل الحجب والله ما ينفعوكم. في لفة الشيخ، شو اسمه الشيخ؟ ريح، هاي لفتك شيخ. الله يجزيكم الخير، جاكم أهل الجنة.